بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة أحل معاكم امتحانات البوكليت كتاب برافو. الامتحان الأول هنبدأ دلوقتي بوثيقة الدرس، وثيقة الامتحان بعنوان إن أفنتير إنكرويابل، يعني مغامرة لا تصدق. لوتور دي أفريك أفيلو، يعني الجولة الإفريقية للدراجات لسنة 2024، 18 أفنتير إنكرويابل، هي عبارة عن مغامرة لا تصدق. كي فاكومونسي التي سوف تبدأ، دي بوي لازون دي بيراميد من منطقة الأهرامات دو جيزة هون إيجيبت في محافظة الجيزة بمصر. أورجانيزي بار، يعني هذه الجولة منظمة بواسطة لا كامباني مراسي توريزم، شركة مراسي للسياحة، اون كوبيراسيون بالتعاون مع افيك لو مينيستير دو توريزم، مع وزارة السياحة اي ديز انتيكيتي والآثار. لو فواياج فا دوري تروا موا، يعني الرحلة سوف تستغرق 3 شهور. ان سان كونتين دو سيكليست، يعني حوالي 50 من راكب الدراجات دو بلوزير بي من عديد من الدول بارتيسيب، يشاركون اوتور دافريك افيلو في الجولة الافريقية للدراجات سنة 2024. دون ليجيبت منها مصر، ليز ايتات اوني والولايات المتحدة، لو كندا لالمانيا، لا فرانس لايطالي وايطاليا. لي سيكليست فون باركورير، يعني راكبي الدراجات سوف يطوفون بلو دو 2000 كيلومتر اترافير لافريك، سوف يطوفون او يسيرون اكثر من 12000 كيلومتر عبر افريقيا. اون ترافيرسو، يعني يمر بي دي بيزاج انكرويابل، بمناظر لا تصدق. دي ديزير صحراء، هنا دي مونتاني وجبال، دي فيل انيمي يعني مدن مزدحمه، اي دي فيلاج مانيفيك وقرى رائعه. لو فواياج فا باسي بار لو سودان، الرحله سوف تمر بالسودان ولاثيوبيا، لو كينيا، لا تنزانيا، لو ملاوي، لا زامبيا، لو بوتسوانا، لا ناميبيا، اي فا سي تورميني، وسوف تنتهي اون افريك دو سود في جنوب افريقيا. لي بارتيسيبان، المشاركين فون افوار لوكازيون، سوف يكون لديهم فرصه دو ديكوفرير، لاكتشاف لا كولتير افريكان، الثقافه الافريقيه. دو رينكونتري، ويقابلون دي جون ناس انكرويابل، يعني لا غريبه جدا. اي دو فيفر، ويعيشون ان اكسبيريانس اونيك، يعني تجربه فريده. لي سيكليست، راكب الدراجات دواف اتر ان فورم، يجب ان يكونوا اتر ان بون كونديسيون فيزيك، يعني حالتهم البدنيه جيده. بور افرونتير، لكي يواجهون لي ديفيكولتي، صعوبه دو سيت افنتير، هذه المغامره. ال فون افوار ديز اكسبيريانس ان اوبليابل، يعني سوف يكون لديهم خبرات ان اوبليابل لا تنسى. دي الوثيقة يا جماعة. السؤال الأولاني، سو دو كومو، هذه الوثيقة بار لدان ايفينمو، تتحدث عن حدث ايه؟ اقتصادي ولا سياحي ولا رياضي ولا ثقافي؟ طبعا هو ايه؟ سياحي، لأن شركة ميراث السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار. اثنين، اي لو بوان دو دي بار دو تور دي افريك افيلو، هي نقطة الانطلاق للجولة الإفريقية للدرجات سنة 2024، يا ترى كينيا ولا مصر؟ طبعا مصر من منطقة الأهرامات. ثلاثة، لي سيكليست، راكب الدراجات فون باركورير، سوف يطوفون أو يسيرون بلو دو أكثر من إيه؟ من دال لو تور دي أفريك أثناء الجولة الإفريقية بالدراجات. هيمشوا إيه؟ دي ميل كيلومتر، يعني 10 10000 ولا دوز ميل؟ طبعا هي دوز ايه؟ دوز ميل، يعني 12000 كيلومتر. أربعة، بور بارتيسيبي او تور دابريك، علش لأجل المشاركة في
في الجولة الإفريقية للدراجات لسيكليست راكب الدراجات دواب يجب عليهم إيه؟ أفوار دي مايو دو سبور، يكون عندهم لبس رياضي، ديكوفرير لا كولتير أفريكان يعني يكتشف الثقافة الإفريقية، أفوار لا ناسيوناليتي جيبسيان يكون جنسيتهم مصرية، إتريمفورم يكونوا في اللياقة، هي دي الإجابة الصح. خمسة لوتور دي أفريك، الجولة الإفريقية للدراجات سنة 2024 فاديوري هيبقى مدتها قد إيه؟ شهر؟ أقل من شهر؟ بلو دالموا أكثر من شهر؟ طبعا هي دي تريز موا 13 شهر، لا هي أكثر من شهر لأن هي مدتها 3 شهور. ست بندان سوتور، هذه الجولة أثناء هذه الجولة ليسكليست فون ديكوفرير سوف يكتشفوا الإيه؟ لا كولتير أفريكان، الثقافة الأفريقية، هنا الحياة في منطقة الأهرامات، هنا لكونديسيون دولا ظروف المشاركة ولا اللي هي الشروط يعني ولا صعوبات، طبعا هي لا كولتير أفريكان، والكلام ده طبعا موجود هنا بالنص. دي الوثيقة الأولى. نيجي على الوثيقة الثانية، عبارة عن إيميل من زوي إلى ليا، فالموضوع ويك إند، قضاء الإيه؟ عطلة نهاية الأسبوع. هنا بتقول لها سالي ماكوزين، اهلا بنت عمي، صافا هل انت بخير؟ جي باسي لو ويك اند درنيير، انا قضيت يوم العطله الماضيه على كامباني في الريف افيك ميزامي ماتيلد، مع صديقاتي ماتيلد وجان اي سيسيل، اون افي دو كامبينج، عملنا معسكر اي اون سي بروميني، وتنزهنا دون لي شامب في الحقول. J'ai donné à manger aux vaches et aux lapins. أنا أعطيت الطعام للبقر والأرانب. J'ai été content. أنا كنت سعيدة جدا دو فرصة بعمل هذا. ماتيلد دي أول صديقة. إي مونتي أشيفال ركبت الحصان دون لافوري في الغابة. إلا بروفيتي دو لير، هي استفادت من الهواء النقي. دي بيزاج مانيفيك، والمناظر الجميله. ال نيمباريستي اون فيل، هي لا تحب ان ريستي ان تبقى في المدينه. جان دي اللي هي الشخصيه الايه الثانيه. جان افي دو فيتيتي، يعني قامت بركوب الدراجات الجبليه دون لي شامب في الحقول. اي ا رانجي اي ا ناجي دون لا ريفيير، وسبحت في البحيرة أو النهر الصغير. مي سيسيل، ولكن سيسيل إلى بير دو لو، يعني كانت تخاف من الماء. إلى رماسي دي فريز، هي جمعت فراولة. بور فير دو لا كونفيتير، لكي تقوم بعمل مربى. إي دي زيب وبيض، بور فير إن أومليت، من أجل عمل عجة. جي بارتيسيبي أكوير دي ريزان، أنا شاركت في جمع العنب. أبيك إل معها دون لافيني في حقل العنب. نو لي كات، إحنا الأربعة. أونا فيو لي لابان، يعني إحنا الأربعة هنا رأينا الأرانب دون لوك لابيه في الأقفاص بتاعتهم. إي لي شيفو والخيول دون لي كوري في الإستابل. مي إنفان، ولكن أخيرا أونا تروفي لوكال، وجدنا الهدوء على كامباني. أون سي بوكو أميوزي، تسلينا كثيرا بندان سوجور أثناء هذا اليوم هناك. إيطوا وأنت أو تي أبا سيلوك إن، أين قضيت يوم العطلة؟ سؤال أولان دون سو دوكومو، في هذه الوثيقة زوي، يا ترى هنا بتوصف الحياة في الريف ولا بارل دو سي فاكانس، سي أكتيفيتي تتكلم عن أنشطتها يوم العطلة، ولا هنا بتدعو هنا ساكوزين بنت عمها لقضاء العطلة معاها، ولا هنا بريزون تسيز أمي، طبعا هي بتتكلم بار دو سي اكتيفيتي او ويك اند، تتكلم عن أنشطتها في يوم الايه؟ يوم العطلة. تمارين لو ويك اند دنيير، العطلة الماضية. هنا ماتيلد مالها؟ ايه اللي على كامباني، ذهبت الى الايه؟ الى الريف. اما هنا ركبت العجل، العجلة لا، تسلت في المدينه. هنا ابري باري، اعدت طبق لذيذ. لا. تسعه لو ويك اند درنيير، يوم العطله الماضيه. جان عملت ايه؟ افيد دولا ناتاسيون،
يعني مارست ركوب مارست السباحة. هنا اللي هي منبع اللي هي اسمها ايه؟ جان. هنا مارست الايه؟ السباحة دون لا ريفيير في الايه؟ البحيرة. ودي طبعا موجودة هنا. بنيجي على الجملة رقم 10. لي كاتر في سون اللي الأربع بنات ذهبوا ليه؟ على فيني، على ريفيير، على فوري، على إيكوري. طبعا على إيكوري. رقم 11 سيسيل راما سيدي زيف بورفير جمعت البيض علشان تعمل ايه؟ طبعا عجة اللي هي أومليت. 12 نيمبا ناجي مين مش بتحب بقى الايه؟ السباحة. هتبقى اللي هي سيسيل لان هي بتخاف من الايه؟ من المية. السؤال اللي بعده عبارة عن مجموعة من المواقف وطبعا بنختار اختيار واحد بس يا جماعة. رقم 13 فودي ماندي أبوترا مي سون إن بالوادي تو أنت تسأل زميلك عن جدول مواعيده. كيسك فودي ماذا تقول له؟ أو تي برون دي تون دي جوني أين تتناول الغداء؟ كل جور تي مات أي أيام عندك فيها رياضيات دي صح. أما دي كيف يكون المدرسين هنا أي مادة تحب؟ لا. 14 فوترا مي فودي ماند صديقك بيسألك سيكوبو فيت ماذا تفعل لو ويك اند يوم العطلة. كيسكوبو ديت ماذا تقول؟ طبعا هنا الزمن ده مضارع انفعش انا قضيت ان بون ويك اند جي فيت دو ليكيتاسيو انا امارس البروسية دي صح. اما هنا انا احب الريف هنا يوم العطلة رائع. لا. 15 فودي ماندي ان امي لا بروفيسيون دو سون بير تسأل صديق عن مهنة والده. كيسك بوديت ماذا تقول؟ كومون اي تومبير كيف يكون والدك؟ كيف في تومبير ايوه ماذا يعمل والدك؟ اما دي اي وظيفه انت تحب؟ متى والدك يعود من العمل؟ لا. المجموعه اللي بعد كده رقم 6 فودي ماندي ابو ترامي تسال صديقك او ال اشيت دي كريز اين يشتري كريز؟ اللي هي سريز يعني اللي هي كريز. كيسك دي يشتري الكريز ده منين؟ جي في على بولانجيري يذهب الى المخبز. جي في على باتيسيري الى الحلواني. جي في او سوبر مارشي السوبر ماركت دي صح. اما انفا على فارماسي لك زخنه لا. 17 فوترا مي بوديمان زميلك بيسالك سيكول فو ماذا يلزم بور فير دولا راندني من اجل التجول كيسك فو في ديت هتقول له ايه؟ الفو ان كيمونو يجب بدله كاراتيه. هنا بيزوان دو فيلي محتاجين شبكة. اون دو متر دي باسكت يجب ان نرتدي حذاء رياضي صح. اما ده مايو ما ينفعش. 18 فوترا مي بودي مان زميلك بيسالك لا ريسيت دو جاتو عن وصف الجاتو كيسك بوديت هتقول له ايه؟ جيم بوكولو جاتو او شوكولا بحب كتير الجاتو بالشوكولاته. اون مي بلو دو فارين تضع كميه اكثر من الدقيق اكثر من السكر في صح. لكن دي مامير والدتي في ان جاتو عمل الجاتو لذيذ الجاتو اي دون لو فريجو في الثلاجه. لا. سؤال قواعد شوازي سي لا بون ريبونس خلي بالنا من القواعد كويسه يا جماعه. 19 مون اونكل نقط دو فرانس لا سومان بروشان ما اقول لا سومان بروشان يبقى هنا مستقبل قريب اللي بيتكون من اللي زائد مصدر الفعل يبقى ناخد هنا رقم بي اللي هي فافينير سوف ياتي من فرنسا الاسبوع القادم. 20 سيلا بواتير دو فوتر بير هل هذه سياره والدك؟ وي الي طبعا هنا فيرب اتر بعده على طول ضمير توكيد لضمير ايه اللي بناخد لوي. 21 ريبا تي بريفير ريبا يعني وجبه او وجبات. هنا كومون كاسك كيل كومبيان طبعا كومبيان ممكن اخدها لو في ندو لكن ناخد هنا ايه؟ كل ريبا اي وجبه تفضل. 22 اير بالامس مارتان اي صفا مي مارتان ده مذكر اي صفا مي اذا بيساوي الضمير اي الافيك اس في الماضي المركب انا اخد الاولى سوم اللي يعني ذهبوا الى كامباني. امال دي امتى؟ لما يكون الفعل كله مفرد ايه؟ مؤنث. ده طبعا للمفرد مفرد. 23 تي نقط دوسكي ده نشاط مسبوق بدو اذا ناخد له فيرب فير
يبقى تي في دوسكي هل تمارس التزلج. اما براتيك وام الاثنين دول ياتي بعدهم ادوات ايه معرفه. جو طبعا ما يجيش بعدها نشاط مسبوب بالدهاء. 24 سيغ نوت كونتيننت. كونتيننت دي قارات ودي جمع مذكر ناخدها رقم بي. يبقى اي قارات في اي قارات سيتروف سيبي توجد هذه الدول. 25 جينيفي نوت او سينما. انا لا اذهب سوفون غالبا طبعا دي بالاثبات ريان لا شيء بيرسون شخص جامي ناخد جامي. انا لا اذهب ابدا الى السينما. 26 نيكولا مانج دو بولي. هل نيكولا ده بياكل الدجاج الفراخ؟ وي ايه النقط مانج بوكو هنا في ظرف كميه اذا على طول بناخد اون. وهنا طبعا اكل وظرف كميه يبقى ناخد على طول ايه اون. فوي الاون مانج بوكو ياكل منه الكثير. 27 مون بيتي فرير اخويا الصغير مانج نقط يا اور. هنا يا اور دي الزبادي والاجريك دي بنعتبرها حرف ساكن اذا ناخد ايه دو اللي هي رقم سي يبقى دو يا اور. في عندي بعد كده مانج دو يا اور ماشي. رقم 28 هنا جي بروند نقط بسكويت بور مون بوتي. انا اتناول بسكوت في الايه التصبيره بتاعتي يا ترى كيلو ولا بول اللي هي بوله او عبوه بوتي ازازه ناخد ترواه. ايه لان ده جوتي تصبيره يعني حاجه بسيطه خالص. في عندي 29 اون فرير جو نقط فايولين. فايولين دي اله الكمان وفيرب جوي مع الالات الموسيقيه بياخد دي اللي هي دو ناخد دو. ليه؟ لان فايولين دي مفرد مذكر. نيجي دلوقتي ريبوند اسو ميل جاوب على الايميل. صليب انزلها زي ما هي. تي تي دي بلاس بوكو اون فيل انت تتنقل كثيرا في المدينه. كيل مويان دو ترانسبورت اي وسيله مواصلات تي بريفير تفضلها. الاجابه اقول مثلا جي بريفير لو مترو. سور كي سور كوا على اي شيء سو مويان رول تسير. اقول الرول سور لي ريل تسير على القضبان. اوريفوار. الموضوع اكريفي ان ايميل اكتب ايميل لصديق فرنسي لكي تحكي له ماذا فعلت عند عمك بالريف. هنا مثلا اقول ايه لا سومان بس الاسبوع الماضي جي سويز لي شي مون اونكل ذهبت الى عمي على كامباني في الريف. لا هناك جي اي دي مون اونكل او شام ساعدت عمي في الايه الحقول. جي سوي مونتي اشيفال انا ركبت الحصان. جي دوني امانجي او زانيمو اكلت الحيوانات. اي جي ناجي دون لو لاك قمت فين في البحيره. ده بالنسبه للامتحان الاولاني. ناخد كمان امتحان يا جماعه امتحان رقم 2 الوثيقه بعنوان كيل سون تي اليمو اي تي بواسون بريفيري. ما هي الاغذيه والمشروبات المفضله لديك؟ السؤال ده للمجموعه دي. فواسي ديز اكستريت دو قران. ها هي مقتطفات من منتدى على النت لشباب مصري. علي بيقول صلي مرحبا. جادور لي بيتزا. انا اعشق البيتزا الي همبرجر والهمبرجر. جونين بادي تو لا احب على الاطلاق دو بواسون السمك جي بوا دو صودا وبشرب صودا. احمد بيقول بونجور اتوس صباح الخير جميعا. كاك متان كل صباح جي بروند دوبان اتناول خبز دو فروماج جبنه يدولا كونفيتير ومربى. بورلو كافي بالنسبة للقهوة جيم اون بوار أحب أن أشربها كل جور كل يوم. ما سير مها إيم لومليت أختي ما تحب الأومليت للعجة. نوها بتقول جي سوي في جي تيريان أنا نباتية. جيني مانجي با دوبيان باكلش لحمة. جي بريفير ليليجيم إليفيروي أنا بفضل الخضار والفاكهة. كوم بواسون كمشروب جي بوا دو لو مينيرال اشرب ميه معدنيه اي دو ديابولو مينت ومشروب النعناع. ندى جيم لي بات الا بولانييز انا بحب المكرونه بالبشاميل. مي ولكن الفول ميتي ولكن يجب ان نقلل لا كونسوماسيون الاستهلاك من دي بات المكرونه دوبان الخبز
دوري والأرز إلى آخره. بور إترون فورم لكي تكون في الإيه؟ في اللياقة البدنية. جيم لجو دو بروي، بحب عصير الإيه؟ الفواكه. الأسئلة رقم واحد، سي جون بارل، الشباب دول بيتكلموا عن إيه يا جماعة؟ يا ترى فائدة الفواكه والخضار ولا هنا عن ميولهم الغذائية؟ دي صح. أما دي عن مكونات طبق، عن وجبات مصرية؟ لا. اتنين، علي هنا ايه مانجي؟ علي ده بيحب ياكل ايه؟ قال لي هنا ديز همبرجر. عرفت منين؟ اول شخص هو بيعشق البيتزا والهمبرجر. ايه رقم ثلاثة، بور اتريوم فورم، عشان تبقى في الفورمة، هنا ندى ايه؟ لا تاكل لحمة، مانجي انبود وبات، تاكل قليل من المكرونة والرز، دي صح. اما هنا تناول خضروات وفاكهة جافة، هنا بتشرب هو كتير؟ لا. أربعة، وبتدي جوني في الفطار؟ أحمد بروند، هنا أحمد بيتناول إيه؟ هيبقى دو فروماج دو لا كونفيتير، يعني جبنة ومربى، ده بالنسبة لمين؟ لأحمد. في الفطار بياخد عيش وجبنة ومربى. نرجع تاني. خمسة، كومبواسون كمشروب نوع بروند، هنا بتتناول إيه؟ دوديا بولوم بنت، يعني مشروب الايه؟ النعناع. اخر حاجه رقم ستة، نوها ني مانجي بادو فيان، نوها ما بتاكلش ايه؟ لا لحمه، كار الي في جي تي ريان، لانها نباتيه. في كمان وثيقه هنا اللي بتتكلم لوري، بتقول شير امي لوسي، صديقتي العزيزه لوسي، جي فو تي راكونتي مون فواياج ريسنت على كامباني، يعني أنا أريد أن أحكي لك عن آخر زيارة، أحدث رحلة لي إلى الريف. جيدي سديد وبصي، أنا قررت قضاء أجازتي دون زامبي تي فيلاج في قرية صغيرة. انتوري محاطة دو شامب بحقول دوبلي القمح. سيتان اندروا، إنه مكان مانيفيك جميل. لوان دو لابولاسيون دو لا فيل، بعيد عن تلوث المدينة. بندان مونسيجور، أثناء الإقامة بتاعتي جي في بوكو دو شوز انتريسان، قمت بعمل كثير من الأشياء الشيقة. إيه هي بقى؟ جي فيزيتي انفيرم، أنا زرت مزرعة. جي أبري، تعلمت كومون لي فيرميير كولتيف ليرشام، كيف الفلاحين يزرعوا الحقول. جي دوني أمانجي أو زانيمو، أنا أعطيت الطعام للحيوانات. جي فيد دو بيل راندوني، عملت إيه؟ جولات مش دون لابوري في الغابة. جي أدميري لابوتي، أنا أعجبت بجمال ناتوريل الطبيعي دو لا ريجيون للمنطقة. جي إيجالمو، أنا أيضا إي دو لا شانس، جات لي فرصة دو جوتي لتذوق على كوزين لوكال، المطبخ المحلي في أي تي ديليسيوز اللي كان لذيذ جدا. ليبلا اون ايتي بريباري، الاطباق عدت افيك ديز انجريديانت، بمكونات فري طازجه اي لوكو ومحليه. توكو ليردون، مما يعطيها انجوت اونيك، يعني طعم ايه اونيك، يعني فريد جميل يعني. اخيرا جي باسي بوكو دو تون، قضيت وقت كتير ابروفيتي دولا ترانكليتي، في الاستفادة من هدوء دولا كامباني ريف. جي لو دي ليف، قريت كتب. جي في دي بروميناد، عملت نزة دون لا ناتير في الطبيعة. اي جي باسي دو تون اجريال، فقضيت وقت رائع افيك ليزا بيتون مع سكان دو فيلاج القرية. الزون ايتي مليون، كانوا ظرفاء جدا. جي مي سوي بيان اميوزي، اتسليت بشكل جيد في الريف. كيل بيل فاكانس، يا لها من اجازه جميله. ابيان تو لوري. سؤال سبعة، دون سودو كومون لوري، في هذه الوثيقه لوري ايه؟ تتكلم عن الاجازه القادمه ولا بتحكي احداث بالماضي؟ طبعا هي دي اللي صح. اما بتطلب من لوسي مكانها المفضل، بتوصف الحياه في المدينه؟ لا. ثمانية، لوري فوا كو ليز ابيتون دو فيلاج سون، شايفة ان سكان القرية مالهم؟ طبعا جانتي لطاف. اما اليو
اللي هم مملين يعني وغريبين وفاضيين. لا، تسعة بين دان سوفياج أثناء الرحلة بتاعتها دي. لوري هنا، لوري إيه؟ عملت إيه؟ يا ترى أكالتيفي لي شام ولا فوتوغراف إلى ناتير؟ هنا أبريباري عدد أطباق سيبروميني دون لا ناتير فسحت الطبيعة. عشر بور لوري بالنسبة للوري هنا ناخد لي فاكانس لوان دو لافيل سون مانيفيك، يعني الأجازة بعيدة عن المدينة شيء جميل. رقم 11 سيلون لوري ليبلا الأطباق في الريف اون ان جوت جوت إبا يا ترى هنا هتبقى اوردينير عادي ديس اجريابل يعني غير ملائم هنا مانيفيك يعني عظيم. الا كامباني لوري ابري ابري تعلمت كومون لي بيرمير كالتيف لي شامب اللي هي الاولانيه. بنيجي دلوقتي على سؤال المواقع رقم واحد اليا دي موستيك ديور يوجد ناموس بالخارج. كيسك فوتري مير بودي ماذا والدك تقول لك؟ رانجي تشامبر رتب اوضتك مي تي شوسير الانتري يعني ضع الحذاء بتاعك في المدخل باس لاسبراتير اكنس فيرم لافينيت ريف للشباك. 14 فوتر امي بودي مانز لك بيسالك كل برودويليتير اي منتجات الالبان تحب؟ كيسك بودي هتقول ايه؟ تحب اللحمه لي برودويلي تيير سون اوتيل منتجات الالبان مفيده جادول لو يا اور هي دي يعني انا احب كثيرا الزبادي. 15 فوكس بريمي انت تعبر عن رايك سور لا شامبر دو فوترامي في غرفه صديق كيسك بودي اقول ايه؟ يوجد غرفه او دي بود دو كولوار في بدايه الطرقه غرفتي مرتبه جيد امون امي ان شامبر بريمي عنده حجره خاصه جي لا تروف تري سيمبا هي دي. 16 ان اميبو دي مان زميلك بيسالك او الفا اين يذهب لكي يشتري ديزا بيض كيسك بوديت هتقول له ايه؟ اوريون بريدويلي تيير اذهب الى اسم منتجات الالبان ده محطوط معاه البيض صح اما دي اللحوم هنا منتجات البحر زيوت لا. 17 فوتر اميبو دي مان زميلك بيسالك اي حيوانات فيف دون لا بيرجيري تعيش في لا بيرجيري اللي هي حظيره الاغنام كيسك بودي او للكلاب والقطط لي شيفو الخيول اللي جيمو والفرس النهر اللي هي الافراس لي بولي الفراخ لي كوك والديوك لي موتون هي رقم دي الخرفان والماعز. 18 فوبر لي دو كاركتير دو فوترو كوبان تتحدث عن سمة صديق كيسك بوديت هو دائما مزاجه جيد إلي هايبر جراند هي دي يعني هو طويل جدا أما ده بيلعب أو بيعزف بيانو ويذهب المدرسة لا. سؤال قواعد جي جونو أترومبيت غير بيجوي مع الآلات الموسيقية بياخد يدو يدو لا يدي إي لا بص هنا ترومبيت مؤنثة يبقى دو لا ترومبيت سي ما باسيون. 20 جيف هنا تي فوا تي امي او كليب هل انت ترى اصدقائك في النادي؟ نو جيني فوا لا انا لا ارى احد يبقى بيرسون. 21 ماريا اشيت نوع بوب كورن الفشار مفرد مذكر فناخد لها دو. جيفو نوع جاتو جاتو مفرد مذكر ناخد لها السؤال الاخير. 23 الفو ان فولان يجب كره الريشه بور جوي نقط بادمنتو هي تلعب تنس الريشه مذكر ناخد لها او. 24 تيني فيان با افيك مو الامير مش هتيجي معايا البحر ده سؤال منفي يا جماعه يبقى الاجابه يا بنو يا بسي هنا الا تاتي معي الى البحر هنا جيبير دو لو انا بخاف من الميه طالما بيخاف يبقى مش هيروح يبقى ناخد نو. 25 اون فو بارتير ا سيزير دو ماتان سوف نرحل الساعة 6 صباحا. ني نقط با تاد سو سوار. هنا عايز جملة أمرية، فعل إيه؟ أمري في الأمر بس منفي. يبقى ناخد طبعًا دي ما تنفعش لأن هنا في إيه؟ الإس. يبقى ناخد إيه؟ فو كوشي.
لا تناموا متأخرين. 26 تينو مفرد مؤنث تاخد لها رقم بي. 27 جي نوت انفيت يبقى جي تنفيت. امون انيفرسير ادعوك لعيد ميلادي. 28 المانج هنا فيان دي كو هنا مقارنه وهنا اسم، طالما اسم يبقى ناخد اي حاجه فيها دو يبقى ناخد اوتان دو، يعني هو بياكل كميه مساويه من اللحمه مساويه بالدجاج. 29 سو ستيلو هذا القلم اي نقط اجابه وي سي سون ستيلو نعم قلمه، طالما هنا سون يبقى ناخد لوي. الايميل صالي تي ام فير دو شوبينج، انت بتحب التسوق. كومونتي فا او سنتر كوميرسيال، كيف تذهب الى المحل التجاري او المركز التجاري او جي في او سنتر كوميرسيال اون بيس، بروح بالاتوبيس. كيس كي تي اشيت تشتري ايه؟ جي اشيت دي لوجيم دي فروي دي اي حاجه بقى ابيس. الموضوع اكريفي ان ايميل، اكتب ايميل الى صديق لكي تحدثه عن الحفله كي فوزافي اورجانيزي اللي انت نظمتها. لا سومان باسي جي ان بيت شي موا، عملت حفله عندي في البيت. الاوكازيون دو مون انيفرسير مناسبه عيد ميلادي. جي انفيتي مي زامي دعيت اصحابي. نو زافون شانتي غنينا دانسي رقصنا نو زافون مانجي دي جاتو واكلنا جاتو. وبكده اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث انتهينا من حل امتحانين اثنين من كتاب البوكلت من كتاب برافو. لو عجبكم ما تنسوش الاشتراك واستنونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.